وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة معنا طبعا مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين والإبادة الجماعية هناك، بالتزامن مع حديث عن مفاوضات من المنتظر أن تبدأ منتصف الشهر الجاري. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون. أستاذ إبراهيم، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك دكتور يونس، حياك الله. مع دخول الحرب يومها 11 بعد 100 الثالثة على غزة، نفذ جيش الاحتلال قصفا مكثفا في الساعات والأيام الأخيرة على خان يونس وعلى رفح، وهناك تهجير قسري يتجدد في تلك المناطق، بالإضافة إلى ارتكاب مجازر كما جرى في مدرسة التابعين قبل يومين. كيف تصفون زيادة حدة ووتيرة المجازر والعدوان يوما بعد آخر؟ بداية تحياتي لك وللمشاهدين. لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، ويقوم بعمليات وحشية يندر لها الجبين، وهو اليوم منذ أكثر من 10 أشهر ويقتل شعبنا الفلسطيني صباح مساء بأسلحة أمريكية وطائرات وذخائر تدعمه بها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي الذي فقد القدرة على الحسم العسكري والنصر المطلق كما يقول، هو يستعيض بذلك بقتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، وفي ضوء غياب المحاسبة الدولية وفي ضوء المساندة المطلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لجرائم الاحتلال، يستمر نتنياهو بتأجيج يعني الصراع في المنطقة وبعمليات القتل والتدمير واستهداف المدنيين. يعني مثلا أنت حينما تتحدث عن مصدرة الساجدين، مصدرة مصلي أو يعني مصدرة الفجر في مدرسة التابعين، تدرك أن الاحتلال يعني كسر وتجاوز كل الخطوط الحمراء ويستهدف المساجد، يستهدف المصلين، يستهدف المدارس، الخيام، النازحين، الأطفال، النساء. اليوم أنت بتتحدث عن أكثر من يعني 20,000 طفل قتلوا، عن أكثر من 15,000 امرأة. اليوم الحديث عن يعني عشرات آلاف القتلى من جميع من نخب شعبنا الفلسطيني. الحقيقة هناك 3 أمور في هذا الاتجاه. أولا التأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي لولا دعم أمريكا المطلق لما قام بكل ذلك. الأمر الثاني، لولا الخذلان العربي الشديد الذي يشعر به كل فلسطيني لما تجرأ على انتهاك محارم الله أمام يعني مرأة ومسمع العالم. الأمر الرابع، لولا أن الاحتلال الإسرائيلي يستشعر بخطر وجوده حقيقي لما قام بكل ذلك. لهذا نحن أمام مرحلة جديدة باعتقادي، والأمر لا صعب جدا وخطير جدا وكارثي، ويجب على الأمة العربية والإسلامية أن تتحرك. نعم. طيب في المقابل كيف يمكن التعليق على استمرار المقاومة رغم كل هذه الظروف في على تنفيذ العمليات والكمائن بالقنص وكذلك بالكمائن التي تعد مسبقا في محاولة جديدة لإثبات حضور المقاومة وصلابتها في مواجهة الاحتلال؟ حقيقة إذا أردنا الاعتماد على موازين القوى فنحن نقول أن موازين القوى مليون مقابل واحد. نعم. لصالح الاحتلال الإسرائيلي في كل شيء، في التكنولوجيا والذخائر والسلاح الجوي والبري والبحري، حقيقة يعني حتى أكثر من مليون. ولهذا يعني في القديم كنا نقول أن المعركة التي فيها يعني 5+1 هي محسومة. اليوم مليون زائد يعني مقابل واحد، وأعتقد يعني بالقوة وبالعدد الأعتاد، ولكن الاحتلال الإسرائيلي فشل في الحسم العسكري. هذا أولا حقيقة هي بركة من الله وقوة من الله أمد بها يعني شباب فلسطين. الأمر الثاني، لا هناك حالة إعداد واستعداد ومراكمة قوة استمرت يعني على مدار سنوات، وهنا امتثالا لقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا كل ما يستطيع شعبنا. الأمر الثالث أن الاحتلال الإسرائيلي حقيقة رغم أنه يعني تم منح كل وسائل القوة وكل مقومات القوة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ليس صاحب هذه الأرض، ليس صاحب هذا المكان، ولهذا يتعامل كأنه مرتزقة وغير قادر على يعني حسم المعركة.
ولهذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي مدرك. اليوم في هناك تصريح خطير لوزير الدفاع الإسرائيلي قال أن فكرة النصر المطلق هي مجرد أكذوبة، وأننا نحن يعني الذين نعرقل، أو نتنياهو هو الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق. فكل ذلك بالمناسبة، كيف تابعتم هذه التصريحات التي جاءت بعد 10 شهور لتثبت أن هناك فشل كما تفضلت قبل قليل في حسم المعركة لصالح الاحتلال رغم الفارق الهائل في موازين القوى؟ بدنا نقول بشكل واضح حقيقة أنه أولا وأخيرا هناك حقيقة، يعني بركة من الله عز وجل ورعاية من الله عز وجل رغم كل المخاسر الشديدة، وهذه يجب استحضارها. صحيح أنها كلام ليس سياسي، ولكن على الأقل هو كلام المسلمين، كلام مسلم جدا. نعم. ونحن مؤمنون، وهذا دليل صدق ونقاء يعني أبناء القسام وأبناء فلسطين الذين يقاتلون إسرائيل ومن خلفهم أمريكا والغرب بكل هذه المسائل. على الأمر الثاني وهذا مهم جدا، يجب أن نقرأ هذه التصريحات، أن الاحتلال الإسرائيلي في داخله تصدعات هائلة وكبيرة جدا وخطيرة على مشروع الصهيوني. وهذه التصريحات ليست الأولى، يعني قبل ذلك رئيس الأركان تحدث بنفس هذا المعنى، أنه من الصعب الانتصار على حماس وأن حماس فكرة ومتغلغلة. والأمر الثاني هناك تقارير حقيقية، وهذا يتبنى رأي الجيش، أن الجيش دكتور يونس منهك، الجيش الإسرائيلي منهك، يعاني من أزمات، هناك نقص في المواد البشرية. نعم. هناك إنهاك للقدرات، يعني هناك أنت تتحدث عن 10,000 ما بين قتيل وجريح أخرجوا عن الخدمة، هناك في أزمة التجنيد، هناك في عبثية في الجيش. هذا الجيش الكبير يعني أكثر من 200,000 جندي لا يفعلون شيء سوى يقتلون ويدمرون، حتى تدنى وقعهم الأخلاق. هذا يحتاج إلى مؤونة وإلى عمل وإلى استعداد. أنت تستنفر جيش كامل يستطيع أن يحتل يعني بلاد وقارات في قطاع غزة 360 كيلومتر ويقتل المدنيين والنساء والأطفال. لا شك أنه لا، الواقع اليوم داخل قطاع غزة مختلف، ولهذا يأتي هذا التصريح أولا بناء على رغبة الجيش الإسرائيلي ضد سياسة نتنياهو، إدراكا لحالة الفشل، وأيضا استشعارا بخطورة السياسات الوحشية التي يقوم بها نتنياهو على مستقبل الكيان الصهيوني. ولهذا أنا أعتقد أن هذه من أهم التصريحات التي خرجت، والتي تؤكد أن العدو الإسرائيلي الوحشي، أن العدو الإسرائيلي المتوحش يعني بات يدرك اليوم أنه لا، الواقع أنه فشل ويجب أن يدفع ثمن فشله. نعم. من ناحية أخرى فيما يتعلق بالمفاوضات والحديث عن عودتها من جديد، والترحيب الإسرائيلي قبل أيام ترحيب سريع كان بعودة المفاوضات وإنعقاد جولة جديدة في 15 من هذا الشهر، كانت محاولة للتنفيس الاحتقان الموجود واحتواء الرد الإيراني على ما يبدو، لكن الأمور أصبحت واضحة أكثر مع موقف حركة حماس وتمسكها بمبادرة بايدن في 2 من شهر تموز الماضي وإصرارها على ذلك. كيف رصدت هذا الموقف؟ أنا لم أسمع السؤال بشكل صحيح. نعم، كنت أتساءل معك عن عودة جولات المفاوضات من جديد وموقف المقاومة ولا سيما حركة حماس منها. لا، حقيقة حماس كانت واضحة، هي قال هي لم ترفض عودة المفاوضات. نعم. ولكن رفضت دوامة المفاوضات الفارغة، ولهذا تحدثت باختصار أن انتهى الوقت الذي يمكن الحديث فيه، واليوم علينا أن نذهب إلى الخطة العملية. ولهذا حماس أنا أعتقد أنها معنية بوقف العدوان ووقف الحرب، ولكن غير معنية بدخول مفاوضات بلا أفق ومفاوضات فقط من أجل المفاوضات. ولهذا كان تصريحها بالأمس واضح، هي لن تنجر إلى فخ وخداع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهي تفضل أن خصوصا أنها قبل يعني اغتيال السيد إسماعيل هنية وافقت على الورقة. إذا الأمريكان جادين أمامهم أمرين، إما الذهاب إلى تطبيق الورقة أو العمل على فرض هدنة إنسانية لمدة أسبوع على الأقل من أجل التفرغ للمفاوضات ولترتيب الأوراق والعمل على إغاثة شعبنا الفلسطيني. أما
أن تتم المفاوضات وصف الاغتيالات والمجازر الوحشية وخطف المصلين واستهداف يعني الآمنين، فأعتقد أن هذا يعتبر أمر عبثي ويشجع الاحتلال الإسرائيلي ويزيد شهيته على الاستمرار في القتل والمجازر. ولهذا أن هناك تأييد حتى من داخل غزة لموقف حركة حماس الذي ينتظر ينتظر نقل يعني الرؤية التي تم الموافقة عليها إلى خطة عملية، خصوصا أن هناك إدراك أن نتنياهو غير معني بالوصول إلى أي صفقة في هذا الوقت. الأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.